فرداني احمد مدير مخيم مدير تربوي مخيم الامن الوطني. بهذه المناسبه كان نبغي نشكر السي بداح بالتغطيه الصحفيه اللي كانت استمر طيله المرحلتين الاثنين، كذلك الاستاذ طمطم اللي بدوره كذلك كيسهر معنا، بالاضافه للمنشورات اللي كينشرها في الجريده الخاصه ديالو، بحكم انه كيعيشنا داخل المخيم راه تبع الانشطه ديالنا. بهذه المناسبه كذلك بغيت نشكر السيد مدير العام الوطني اللي ساهر وكذلك دعم جميع الوسائل لإنجاح هذا المخيم، بالاضافه للسيد مدير مؤسسة المركز السادس للعمل الاجتماعي للامن الوطني. كنشكرو كذلك جزيل الشكر بتوفير جميع الوسائل لإنجاح المخيم. بالنسبه لهذه السنه كانت سنه خاصه فيما يخص الانشطه الاشعاعيه اللي عرفوها اللي زاولوها الاطفال في المرحلتين، اللي داو واحد الباجاج، واحد الفكره، واحد كذلك استفاده عامه لجميع الانشطه، ما هي ثقافيه تربويه ترفيهيه، كذلك زياره بعض الاماكن وكذلك الترفيه في بعض النوادي. وشكرا.